أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأداء مهام كعضو في البرلمان الإفريقي بأقصى ما في وسعي وبشرف واعتزاز في خدمة الشعوب الإفريقية، وسأكون أمينا ومخلصا في ولائل الاتحاد الإفريقي، وأقوم بصون وحماية القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والدفاع عنه، وكذلك بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية المتعلق بالبرلمان الإفريقي وفقا للقانون الساري المفعول. أقسم أني سأقوم بتعزيز الالتزام بالتقيد بمبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني للسلم والاستقرار وجميع أهداف البرلمان الإفريقي، والله والله على ما أقول شهيد. أقسم بالله العلي العظيم.